اهلا بيكم في الحلقه جديده برنامج في الفرن مع فالنتينا. النهارده هنعمل سبونج كيك، بس سبونج كيك مش عادي، هنعمل سبونج كيك وهمي جميل جميل جميل. عشان نعمل السبونج كيك بتاعنا احنا هنستخدم 5 بيضات كبيره او 6 بيضات لو حجمهم اقل شويه. هنستخدم معانا 225 جرام من الدقيق و225 جرام من السكر، وهنستخدم 3 معالق من بيكنج باودر. هنبتدي من البيض، هناخد معانا 5 بيضات، وكلهم هننزلهم في العجان. احنا عايزين الاول نضرب البيض لغاية ما ينفش كويس جدا قبل ما نبتدي نحط عليه اي مكونات تانية. تمام، الاول زي ما احنا قلنا لازم نضرب البيض كويس جدا، لازم البيض ينفش كويس قوي، وبعد كده احنا هنقف جنب البيض وهنبتدي ننزل فيه السكر واحده واحده. تمام كده احنا حطينا سكر في البيض والبيض اتنفش كويس جدا، واحنا ليه كنا بننزل السكر واحدة واحدة؟ عشان سكر يلحق يدوب في البيض واحنا بنقلبه. دلوقتي احنا هنبتدي نحط الدقيق، الاول تلت الدقيق على سرعة واحدة واحدة كده. وبعد كده تلت من دي تاني، تمام، ونادي تعليبة. هنزود معانا شوية مية سخنة، بس حاجة بسيطة، مثلا معلقة معلقتين. في كذا طريقة احنا نعمل بيها السبونج كيك، ده طريقة تانية. احنا مش هنستخدم في السبونج كيك بتاعنا ولا زيت ولا زبدة، وهنزود بقية الدقيق، وهنحط كمان معانا 3 معالق من بيكنج باودر، وهندي تقليبة. ففي كذا طريقة ممكن نعمل بيها السبونج كيك، فزي ما انا بقول لكم في طريقة احنا ممكن ما نستخدمش الزبدة خالص،
فده الطريقه من غير زبده خالص. فعندي يا 6 بيضات مقاس وسط او صغير او 5 بيضات كبيره، 225 جرام من الدقيق، 225 جرام من السكر، وثلاث معالي بيكنج باودر. لو عندكم فرصه تاخدوا البيكنج باودر ودي وتنحلوا قبل ما تستخدموه هتكون احسن، والسبونج هيطلع احلى. دلوقتي هناخد العجينة هندي للعجينة تقليبة عشان نتأكد لو في عندنا كل المكونات هيتخلطوا كويس قوي. وهناخد معانا 2 فورمة، عندي فورمة مدورة سيليكون وانا حطيت فيها كمان الورقة الزبدة عشان السبونج بتاعتنا يطلع بعد كده بسهولة معنا. عشان اوريكو احسن هنحط البلانشة كده. فاحنا هننزل العجينة السبونج جوه في الفورم، تمام. هنحاول نجيب العجينة نص نص، واحدة النص الكمية هتنزل في الفورمة والنص التاني هتنزل في الفورمة التانية. اهي العجينة لينة، فاحنا مش هنحتاج نساعد العجينة، هي هتفرد نفسها في الفورمة، تمام. وهناخد العجينة بتاعتنا هندخلها الفرن، بس قبل ما ندخلها الفرن يستحسن نعمل كده زي ما انتوا شايفين، في عندي في بلالين كده من هوا، فاحنا عايزين نضيعهم. فلو عملنا كده البلالين بتاعتنا هيمشوا، تمام. فاحنا هناخد فورمة، اول واحدة تخش الفرن، التانية برضو عشان نشيل الهواء اللي هتعمل بالونات كبيرة في السبونج، تمام. فبعد ما السبونج بتاعتنا هتتعمل هيطلع شكله كده اهي. عندي 2، فانا حطيت ورقة الزبدة تحت، فاحنا هنشيل ورقة الزبدة. السبونج بتاع في الوصفة دي بيطلع ناشف شوية عشان احنا ما حطيناش عليه مادة دهنية، هو يعني حلو جميل، يعني زي ما انتوا شايفين سبونج حلو جميل، لكن هو ناشف بالنسبة للوصفات التانية، تمام. مفيش اي مشكلة، ليه؟ عشان زي ما انا قلت لكم احنا هنعمل وصفة وهمية جميلة قوي قوي قوي. هنعمل ايه؟ احنا هنحط على وصفتنا نوع من الكريمة عشان نتري الكيكة بتاعتنا، فاحنا هنعمل ليمون كارد، دي نوع من الكاسترد بتتعمل مع ليمون. فعشان نعمل الكاسترد من الليمون احنا هنحتاج معانا ناخد 3 بيضات، وعندي هنا 75 جرام من السكر، فاحنا هناخد صفار بس من البيض، هناخد البياض هنشيله، هنحتاج صفار بس، هذه واحدة عشان تشوفوا أحسن. تانية اهي، والتالتة، تمام.
فاحنا حطينا ثلاث بياض، ده ثلاث صفار في السكر، هنديهم تعليبة. تمام، وهناخد كمان معانا 90 ملي، اقل من نص كوب من عصير ليمون. تمام، هندي تعليبة. تمام، وهناخد كمان معلقة من بشر الليمون. كل ده هينزل على الحمام البخار. تمام، عندي كله هينزل على الحمام البخار. تمام، فاحنا هنفضل نقلب فيه عشان نعمل الكاستر بتاعنا، فلازم تكون على الحمام البخار عشان النوع الكاستر ده ما بيستحملش سخانية جامدة، فلازم على الحمام البخار تقريبا مثلا 20 دقيقة. فبعد ما بيطلع الكاستر بتاعنا هو بيكون تقيل، وانتوا هتشوفوا الاول الكاستر بينزل من المعلقة، او ممكن نستخدم مثلا المضرب البيض عشان نعمل الكاستر. بعد ما يتعمل هيبقى تقيل، وهوريكم بعد ما هنعمله. ده هيبقى شكل الكاسترد الليمون بتاعنا، كله طعمه ليمون يجنن يجنن. تمام، فكمان عليه واحنا بنعمله احنا لازم نحط معانا 180 جرام من الزبدة. فالطعمه هيطلع جميل قوي. تمام، دلوقتي احنا هنعمل مع بعض كمان حاجة غير الكاسترد الليمون او الليمون كورن. احنا هنعمل كمان نوع من الكاسترد مع فراولة. عندي هنا تقريبا من 180 ل 200 جرام فراولة، فهناخد معنا فراولة، هنحط تقريبا 3 معالي من عصير برتقال. تمام، فهنشوف لو لقينا عصير برتقال مش كفايه احنا هنزود عليه. هناخد كمان معانا تقريبا من 50 ل 70 جرام من السكر، برضو حسب الرغبه. لو عايزين الطعم هتكون مسكر اكتر احنا هنحط سكر اكتر. وهناخد معانا كمان معلقه واحده كبيره من النشا، فهنحط كله في البلندر ونضربه على بعضه. بعد كده هناخد فراولة ومكونات الكاسترد الفراولة، هننزله في حلة وهنفتح تحتيه النار هادية. فلازم احنا كل شوية نقلب الكاسترد الفراولة. الأول عايزة أوريكم بس الكاسترد بتاعتنا. الأول هو هيبقى لونه مبيض شوية، ده الإفكت اللي النشا بتدي لأي حاجة احنا بننزلها فيها. تمام، فعشان تتأكدوا النشا اتبحت انتوا هتشوفوا بعد ما الحليب هيسخن هو هيبتدي يغير لونه. وأول ما تشوفوا الحليب بعيد بتاعتنا يعني هو شفاف شوية، خلاص كده الكاسترد اتعمل، وانتوا شايفين هو دلوقتي عمل زي مية، هيجمد معانا وهتكون هيلم معانا. تمام، فعايزة اوريكم برضو الكاسترد بعد ما بيتعمل يبقى شكله كده اهي. فاحنا هناخد دلوقتي الكيكة سبونج بتاعنا، الأول حاجة هنقطع الحتة الفوقانية من الكيكة ذات نفسها، عشان احنا عايزين
نحط المكوناتنا ما بين الكيكة سبونج. احنا هنحط الليمون كارد الكاستر بتاع الليمون، هنحط عليه تقريبا كوب او كوب ونص من الويبنج كريم، هنضربه على بعضه، وهنحط الكيكة سبونج بتاعنا اول واحدة هنشيل منها الوش، وبرده هنقطعها نصين، هوريكوا برده بالطريقة دي. وهيبقى عندنا اربع قطعات من الكيك، فهناخد اول واحدة هنحط عليها الليمون كارد، وبعد كده هننزل القطعة التانية، وهنكمل في بقية الصفوف لغاية في الوش الكيكة، برضو هنقطع الوش بتاعها، هنحط الليمون كارد وهنزينه بالكاسترد من الفراولة. احنا هنطلع فاصل سريع، انا هكمل الكيك الوهم بتاعنا، وهنرجع هنعمل وصفة كمان وهنشوف الكيك.